يسعد اوقاتكم متابعينا. احلى شيء هي ايام العيد، واليوم نحن عم نودع العيد باخر ايام الاضحى المبارك. كل اللي حاولناه من خلال ساعه دامسكو بالايام يلي مرت انه نكون هيك بسمه خفيفه، خفيفين الظل، لطيفين، نحاول نخفف من الاجواء الصعبه يلي عم نعيشها، وبنفس الوقت نحاول نسليكم لحتى يكون التباعد الاجتماعي مثل ما بيقولوا سيد الموقف، ونقدر نحن نطلع من ازمه كورونا ونحن سعيدين فرح، لانه عن جد العيد بيبقى لو ما شو يعني لو شو ما كان هو مصدر البهجه، اسمه بيجيب السعاده. اكيد يعني كثير بدنا نشدد على هي الفكره انه العيد هو الفرح وهو البهجه، لهيك خلينا نكمل اخر ايام العيد وبعد ايام العيد بفرح، خلينا نبعد عن حالنا الحزن، خلينا نكون بصحه وسلامه ونلتزم بالتباعد المكاني والتباعد الاجتماعي، ولكن مع تواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي. كثير مهمه مواقع التواصل الاجتماعي، نحن ما عاد عندنا اعذار بالنسبه ل زيارات المنزلية تماما المعايدات، فينا نتبادل الحب افتراضيا مشاهدينا. أما هلا خلونا نرحب بضيفة هي ابنة عائلة فنية حملت موهبتها على المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل لتمتلك أدواتها وتفوت الفن من أوسع أبوابه، وكانت النتيجة ظهرت على الشاشة بأعمال دراما، كوميديا، تاريخية منتذكرها فيها، حتى يمكن منتذكرها كتير بأسماء لأعمال، يمكن صحيح. نقول هي بنته للمدير العام، ويمكن نقول هي بوران، ولكن هي أمية ملاص ضيفتنا لليوم. نورتي استوديو دامسكو، كل عام وانتي بألف خير. أهلا وسهلا، وكل عام وانتو بألف خير، ومنور بوجودكم. يعني شكرا. كل عام وانت بألف خير مني، وينعاد عليكي وعلى أهلك بالصحة والسلامة. لمو فعلا أغلى شيء الصحة، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير والسلامة. بما أنه حكينا عن شخصية بوران، فبدنا رأيك مو ببوران، بالأعمال الشامية ومشاركة بوران بعمل خلينا نقول باب الحارة وغيره أيضا. الحقيقة هو الأعمال الشامية يعني عملت هيك انتشار عربي رائع، يعني حلو أنه تسمعي لهجتك بكل البلاد العربية، سواء بتونس، بالعراق، يعني وين ما رحنا بلبنان. اللهجة الشامية القديمة تقبر قلبي إن شاء الله. تقبر عيداكي. تسلمي لي. فكتير كتير تأثير حلو إنه لهجتك عم تنشر، عم يعرفوك بكل أصقاع الوطن العربي، عم يفهموا هاي التفاصيل الحلوة اللي هي هلأ محطوطة على الطاولة، الحلو، العيد، النارنجة، البحرة، الفطور، شو يعني يوم الجمعة، شو يعني جمعة العيلة، شو يعني الأعياد، كسر سفرة، كسر سفرة. هي حتى الشوام تعرفوا عليها، يعني في كثير الشوام ما بيعرفوا شو يعني كسر سفرة، فتعرفنا على كثير شغلات فعلا. يعني بتسمعيها، أنا من صغري بسمعها ستي الله يرحمها كانت تقولها، يعني بتفكر إنه ليش تاني كسروا السفرة هلا، إنه ليش تاني كسروا الإزاز أو شيء. طبعا آخر بعدين بتصيري بتعرفي يعني هي التفاصيل الحلوة، هاللهجة الحلوة اللي إلى مدلولاتها، يعني اللي بتشكو الآسي، يعني اللي هو الآسي اللي إنه اللي بنحط على الأب، فنوع من أنواع المحبة الأبارية اللي كله بيستغرب منا، يعني إنه شو تشكو الآسي، يعني عم تموتوا مشان المحبة فعلا. بس يعني كبنت الشام خلينا نسأل هون بقى، إنه ما بتحسي إنه بمحل معين خذلتك أعمال البيئة الشامية يلي ما فيها حبكة أو ما فيها قصة، وإنما هي بتفوكس فقط على جزء معين من الرغي يمكن أو من المناسبة كفات؟ لا هلا دائما هلا لو انه في حكي بس في احداث، يعني هلا هي عم تتناول حتوته ببيئه معينه، ما عم تحكي عن البيئه الثقافيه او عن الجامعات، شو بيمنع يعني هذا، هي عم تضوي على جانب معين، عم تحكي قصه معينه ببيت معين، مو معناتها انه هي عم توثق، لا هو ما له عمل توثيقي، يعني مثل حمام الايشاني فينا نعتبره عمل توثيقي. أكيد. بيحكي عن هاي المراحل، يعني أنا بعرف من أهالينا إنه كيف كانوا بالجامعات وكيف كانوا شو يلبسوا حتى متحررين ويروحوا على الجامعة ويلقوا محاضرات ويشاركوا، كان في بيئة ثقافية مهمة بهداك الوقت صح، بس ما يعني بهاي الأعمال ما تضوى عليها. تمام. طب خلينا نحكي عن عمل الخوالي اللي أخذ صدى كتير، واللي لهلأ مشاهد وبيتشاهد أكثر من 100 مرة، وبيضل بكل مرة منتأثر فيه وكأنه أول مرة نحن عم نشوفه. سر نجاح الخوالي. خوالي هو يعني كان أول شيء إنتاجياً عمل عظيم، والنص كتير حلو الحقيقة، كمان ضوى على جانب حلو كتير اللي هو الحج، إنه كيف كانوا يروحوا على الحج
اكيد يعني كانوا يروحوا بهالايام، يعني نحن بالايام تمام يعني يروحوا على الجمل. هلا عم نستذكر يعني عيد الاضحى وما يرافقه من شعائر الحج. بس انا على المستوى الشخصي عندي فضول انه اعرف وين صورتوا رحله الحج. ايه بصراحه بمنطقه اسمها قطنة، وبعدين رحنا كمان يعني اكثر من لوكيشن بيشبه الصحراء، البيئة الصحراوية اللي كانت موجودة بالسعودية بهداك الوقت. وقت نمشي على جمال على طريق المطار بمنطقة اسمها وديان الربيع، فيها رمل أبيض يعني، بس كله بسوريا يعني فعلا. ونحن عشنا الشعائر، يعني الشعائر الدينية كلياتها بتفاصيلها، يعني انه كيف وصلوا وكيف الرجم وكيف داروا حوالين الكعبة. كانت صعبة يعني عليكم مثل ما بينت للمشاهد؟ هلا هي يعني صعبة بس لذيذة كثير كثير يعني تعايشنا معها، حبيناها، حسينا حالنا انه عن جد يعني ان شاء الله وان شاء الله نحج يعني، بس انه مثل كانه حجينا. حلو كثير. طب هلا بدنا نرجع فيكي كمان بالذاكره شوي ليوميات مدير عام الجزء الاول. هذا المسلسل المختلف بفكرته بقصته واللي يعني خلينا نقول ما في شيء بيشبهه. احكي لنا شوي عن لوكيشن التصوير بوقتها، عن ذكرياتك عن هالعمل. والله هو هذا البيت الحلو اللي هو بالحلبوني، بيت كتير حميمي ولذيذ وحلو جميل جدا. هاي الأبنية القديمة، هو عمل يعني كوميديا سوداء، بيحكي عن الواقع المرير يعني بطريقة حلوة، بطريقة يعني لذلك بتلاقي هاي هذا العمل هلا بينشاف ما بنمل منه أبدا. نعم. لأنه ما لك كوميديا يعني تهريج، هي كوميديا عم تحكي عن وجع مجتمع. تمام حلو كثير. خلينا ننتقل لكمان فصول الأربعاء، كان لك مشاركة بهذا العمل، هل برأيك هو نجح من وقتها أم نجح هلا؟ يعني نحن دائما بنحب نستذكر، بنحب الشيء القديم، دائما بنحافظ عليه، فهل برأيك إنه هو نجح هلا أكثر أو هو ناجح هلا أكثر من قبل؟ أو العالم عم تستذكره أكثر من قبل من أول ما طلع؟ أصلا أنت كنت ضيفة هالبيت. أنا كنت ضيفة بس الفصول الأربعة هو عمل عظيم ككتابة يعني للسيدة دلع الرحبي، كمان هي من الأقلام الجميلة كتير يعني اللي بتمنى أنه ترجع تكتب. تحياتنا لها. هذا العمل يعني نعمل بتناغم حلو بين المخرج والكاتبة اللي هن زوجين أصلا يعني أستاذ حاتم علي والست دلع، ففعلا كان حلو حلو يعني، فيه أحداث واقعية، فيه العيلة وتجمع العيلة، ومن الأعمال العظيمة اللي إلها كان كتير يعني بنسميها نحن الفترة الذهبية. أكيد طبعا أكيد. والأحلى من هيك أنه بدنا نروح فيكي، كنت بطمع أنه كان دوري أهم يعني فيه. أكيد. هلا كمان بدنا ناخذك لمطرح قريب كثير لقلبك، وبدنا نحكي عن المسرح. حضرتك خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وأكيد خشبة المسرح لها مكان خاص بقلبك. تحكي لنا شوي عن رحلتك مع المسرح، واليوم وين المسرح وين أمية؟ هلا المسرح هو المختبر اللي خلاني أحس إنه أنا موهوبة أو أنا ممثلة أو أنا قادرة إني أعمل شيء. فكتير المسرح يعني بيخليكي تختبري حالك انه انت عن جد خرجت توقفي وتتأدي قدام جمهور، يعني عظيم المسرح، ما في مجال للكذب فيه ابدا يعني. اي ممثل عادي متوسط الموهبه بيمرق بكل شيء الا بالمسرح. بس هلا للاسف المسرح بعيد شوي، ما في هلا. انا كنت مياله فتره للاعمال الاطفال، مسرح الاطفال كثير بحبه. وفي جانب اخر انا كثير قريب لقلبي اللي هو السينما. حلو كثير. ويا ترى في شيء عم تحضري له مسرحي او سينمائي، او ما يزال الطموح؟ لا هلا ما في شيء يعني، كلياتها افكار يعني، ما في شيء عم تحضر. طيب نحن حكينا عن المسلسلات القديمه، هلا بدنا نحكي اذا في شيء ان شاء الله بالمستقبل. أمية في شيء عم تحضري؟ لابد اكيد يعني في تحضيرات، في شيء نوع من السكتشات عم نحضر لها غنائيه بتحكي عن الازمه عن الوضع بطريقه لطيفه كوميديه وبعدين غنيه. فيها كمان هي الكوميديا السوداء اللي عم نحكي عنها. حلو كثير. عم نحضر يعني ان شاء الله. حتنطرح على التلفزيون ولا على التلفزيون؟ التلفزيون.
وهلا وبعد ما حكينا كثير يعني بالاعمال المستقبليه وشو المشاريع اللي جايه، صار لازم فرح يمكن يكون عندنا جوله عن الماضي ونشوف مدام اميه بالاعمال اللي بنحبها. اكيد مشاهدينا رح نشوف مقتطفات من اعمال الاستاذه اميه وما ابدعت، وكمان رح يكون معنا ضيف ثاني، الضيف اللي حيحلي لنا القعده ويعطينا رايه بالفن والفنانين، الصحفي الفني وائل العداس. انتظرونا. متابعينا هلا جلستنا بدها تكتمل، لانه الصحفي هو حارس الفن، لما يكون قلمه بيحكي بمحبه وبيحكي ايضا وبينتقد بموضوعيه، فاكيد دائما هو بيساعد الفنان وبيساعد الجمهور وبيصوب الطريق والبوصله. وخلونا نقول اليوم انه جلستنا بحاجه لصوت الصحافه الفنيه. أكيد، ولحتى ناخذ برأي أهل هذا الاختصاص اللي قلبهم على الصناعة السورية، وكل انتقاد وكل رأي بيكون هو لتطويرها لحتى تقدر توصل أكثر وأكثر لكل البلدان العربية. فشفناها آخر فترة يعني وصلت بلهجتها بممثلينا لكل بلدان العالم، أيضا مو بس العالم العربي، وحصدت المحبة وانتظار بكل موسم رمضاني. معنا لليوم الصحفي الأستاذ وائل العدس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يكون الف عافيه. يا اهلا فيك وكل عام وانت بالف خير. انضميت هلا لجلستنا. اكيد وكل سوريا ان شاء الله بالف خير. يعني بدايه نحن هيك حابين شوي نسالك سؤال، ما بعرف اذا سبق وحدا سالك عن الصحافه الفنيه بسوريا، فهو من باب انه اذا رجع فيك الزمان لورا حتدخل كليه الاعلام، حتختار الصحافه الفنيه؟ اي والله اكيد. هلا في مفارقه انه انا بلشت طريقي بالصحافه عبر الرياضه، باعتبار انا كنت لاعب بنادي الوحده، وانا فعلا مهووس بالرياضه. فعلا انا لهلا يعني ما في مباراه بتروح علي ان كان بسوريا او برا، احيانا بسافر ممكن بس لاشوف مباراه. تمام. فانا بلشت بالرياضه تقريبا شي 6 سنين، وهيك صارت صدفه يعني دغري قلبت على الصحافه الفنيه. وانا كثير يعني كثير كثير هيك مقتنع انه هاي المسيره كانت كثير صح. صار في انعطاف كثير ايجابي وقت دخلت على الصحافه الفنيه، رغم انه بتختلف كثير عن الرياضه يعني 180 درجه بصراحه. الصحافه الفنيه بسوريا عم شوفها صحافه متقدمه نوعا ما، رغم انه في دخلاء كثير على هي المهنه، يعني ممكن اي حدا مثلا يجي على باله يعمل صفحه فنيه على السوشيال ميديا بصير بيكتب انه انا صحفي، لا الصحافة مو هيك ابدا. يعني الصحافة الفنية هي اختصاص، بدها ثقافة، بدها دراسة، بدها علم، يعني هي بالنهاية وبدك تشوف كثير لتقدر انه انت تحكي بهي المهنة. فبكفي انك تكون انت مشاهد عادي تعمل صفحة وتبلش تحكي عن هذا الفن. استاذ وائل، يعني موضوع الصحافة مثل موضوع التمثيل مهنة معقدة، تحتاج لكثير من التدريبات، من الاساسيات، من المواهب اللي لازم تكون عنده الشخص. خبرنا كيف فتت بالصدفة، يعني هي الصدفة كيف زبطت معك؟ هلا انا بجريده الوطن بلشت بالقسم الرياضي، اجتني فرصه لاكون مراسل دمشق لاحدى القنوات العربيه الكبيره. تمام. كنت متردد انا اقبل ولا ما اقبل، قام قبلت بصحيفه الوطن. مشكور استاذ وضحى بدربه رئيس تحرير جريده الوطن، فهم وضعي، قلت له انا حابب انقل من الرياضه. اكيد من الرياضه الى الفن، بصراحه انا بعتبره عرابي، يعني هو اللي اعطاني هاي الفرصه. فصدفت انه انا اشتغلت، انتقلت على قسم الثقافي الفني بجريده الوطن، زائد لتلفزيون عربي، بعدها كمان تلفزيون عربي جديد، بعدين اشتغلت في مجله عربيه، يعني صارت الفرص
تتالى يعني ما شاء الله طوالت وحضرتك استغلت كل الفرص. وصلت لهون يعني الحمد لله، شاغل باكثر من اذاعه، شاغل باكثر من تلفزيون، باكثر من مجله، بصحيفه، والحمد لله لساتنا مستمرين بالقسم الفني طبعا ولا رجوع يعني خلص. يعطيكم كل العافيه، لكن اكيد في صعوبات للبدايه، يعني هلا مثلا اذا بدنا نسال صحفي خريج جديد اليوم من كليه الاعلام، حكيكي تليفون او شافك مثلا بالطريق بلوكيشن تصوير وطلب منك لقاء، فقديه هذا الشيء حيكون بالنسبة لإلك كونه وجه جديد؟ يعني أنت ما سبق وعطيتي تصريح قبل بمرة، فكيف حتشوفي الموضوع؟ لا شوفي والله نحن يعني أنا شخصيا بحس أنه أي حدا يعني لازم أنه نحس فيه، يعني مثل ما نحن بداياتنا كنا بحاجة لمين يأخذ بيدنا ويمسكنا ويساعدنا، فهذا الشيء منحس فيه نحن كمان، لأنه نحن بلشنا كمان بصعوبة، بلشنا كنا صغار ما حدا بيعرف، صح عن طريق دراسة المعهد العالي للفنون المسرحية، بس كمان نحن أنه بحاجة مين يقدر وقفتنا قدام الكاميرا مثلا لأول مرة أو على المسرح أو شيء، فمنحس فيه يعني بشكل عام. بس بيكون احيانا عندي موقف انه انا هلا ما بدي اعمل لقاءات صحفيه، لانه احيانا عم يجي انه انت بتعملي لقاءات صحفيه اكثر من الادوار اللي عم نشتغلها، لانه حرام لا، الا اذا في شيء يعني انا معياري انه يكون في شيء مهم بدي احكي عنه، واذا صحفي جديد احيانا بيكون عنده دم جديد شيء حلو بده يعمل شيء، فانه بس المس هذا الشيء عنده وحابه اعمل لقاء فورا انا يعني افكار ابداعيه، فانت بتتشجعي لانه ممكن هو يطرح شيء معين. تماما. كمان اسم الصحيفه او اسم القناه اكيد بيأثر. تمام. طب استاذ وائل، خبرنا عن الصعوبات اللي واجهتها خصوصا بالصحافه الفنيه، من حيث انه تاخذ لقاء من ممثل، من موسيقار، من العازف، يعني خليني ارجع للبدايات. طبعا هلا وائل ما عنده مشاكل بهذا الموضوع، هيك للبدايات. هي اهم صعوبه بتواجه جميع الصحفيين هي العلاقات العامه. كمان انا بهي القصه يعني الحمد لله حسيت انه انا بسرعه بزمن قياسي كان عندي علاقات كثير قويه، يعني خرزه زرقاء بدنا ندق الخشب فبي عن جد بزمن قياسي صرت اعرف يعني معظم الفنانين بسوريا بمختلف نشاط. بس اكيد في سر يعني اذا ما بتحب تقوله هلا بتخبرنا تحت الهواء، ما عندنا مشكله. قولي يعني انا ما بعرف. الحمد لله والله وتوفيق من رب العالمين، وعن جد يكون الواحد عنده اراده عنده اصرار لحتى انه يكون بحب هاي المهنه، يعني عن جد انا حبيت هاي المهنه وقت انتقلت عن جد للقسم الفني، حاولت اقرا كثير، حاولت اطلع كثير، وانا بالاصل متابع يعني بشوف دراما بشوف سينما بشوف مسرح، بس بعدين تعزز هذا الشيء يعني صرت احضر عن جد، يعني ما في مسلسل ما احضره، طبعا واجبي وهذا انا لازم اكيد احضر يعني. تمام. اول فنان عملت معه لقاء استاذ؟ يا الهي يا كيف قدرت توصل لهذا الفنان، وهل هو وافق بسهوله او صعوبه؟ تعرفي والله يمكن عن جد ما لي متذكر، لكن انا اول شيء زهايمة مبكر، انا وائلها انا اميه اوكي نعتبر اميه، بس لكن عن جد انا بتذكر يمكن عملت تقرير تلفزيوني بحكي عن المطربين بسوريا، بتذكر ميس حرب وليندا بيطار، دول وقتها عملت تقرير، وكمان مخرج باسل الخطيب، عم بحاول اتذكر وقتها دول تقارير تلفزيونيه بلشت فيهم يمكن، ايه هدول عن جد انا حلو. شوي ذاكرتي ضعيفه. الاستاذه اميه، استاذه اميه بالقلب هي بتعرف عن جد يعني ما بقصر يعني، وهي عن جد من الفنانات المظلومات بالدراما، نحن عندنا كثير فنانين وفنانات مظلومين بالدراما، يمكن ظروف الحرب شوي اثرت، لكن اكيد ما هي شماعه يعني في اسباب كثير نحن حكينا عنها قبل ساهمت بتراجع الدراما السوريه، ولذلك دائما بنشوف مثل مثلا اميه او كثير فنانين ممكن تمرق سنه وسنتين وثلاثه مثلا ما يشتغلوا شيء، بالمقابل قبل الحرب مثلا كان كل ممثل يشتغل مسلسلين ثلاثه اربعه كان في فرص كثير كبيره، حاليا الفرص شبه معدومه، في محسوبيات، دائما عم شوف في فنانين معينين عم يشتغلوا منهم 10 اعمال بالسنه، تخيلي يعني صحيح. يعني باكثر من 50% من الاعمال، لانه احنا حاليا في عندنا حد معين هو 20 عمل مقابل 60 عمل قبل الحرب. حلو. طيب رغم انه حكيت عن شغله وحطيت ايدك على وجع نحن اكيد حنحكي فيه، بس هون بدنا نرجع مع مدام اميه لفكره، حتى لو كان حكاكي يعني بالمكان الصح وقيم للحقيقه الوضع الصح، بس ما سبق شي مره تضايقتي من صحفي، حتى لو ما قلنا مين الشخص او مين الموقف، ولكن هيك موقف مثلا لقيتي انه بتتذكريه ما بتحبيه للصحافه، نقطه على الصحافه. هلا شوفي انا بدي احكي عن وائل كمان شيء مهم، انه هو عنده هذا الشغف كثير بالمهنه، ومن الاول هو اسمه قوي يعني، فنحن انه بحس انه هو دائما بيقدم شيء ما له عادي،
اهتمامه بالفنان وبأعماله بيطلعه بشكل جديد، بيهتم بيحط ايده على الجرح مظبوط. هي اشياء اللي بتساعد كثير انه الصحفي الاعلامي ينجح. هون اعطيناه حقه بالضبط. بس مين انا اللي بيضايقني؟ بيضايقني اللي ما له متابعني، يلي عم يخربط مثلا بانه ما عنده فكره عني، يعني مو قاري مو عرفان انه والله انا عم بدي اعمل لقاء مع ممثله انه هيك يعني شيء سطحي مستسهل الموضوع، مو عارفان انه انا عامله اكثر من 100 عمل، او انا خريجه، او انا اسمي أمية مو أميمة. ايه بالمناسبه في ناس لهلا بتخرب اسم أمية، يعني انا بستغرب صحفي بيقول أميمة. طب يا الله انت مالك متابعه معناتها بنوب مسلسلات، يعني أمية لها بعدنا نكبرها يعني لها 20 سنه بتوصل تقريبا. هي يعني بلشت كثير عصغر لانه بلشت عمر صغير، فاجباري بده يوصل. مصيبه اذا صحفي خربط باسم ممثل، يعني مصيبة عن جد. أو ما يعرف عنه أو ما له قاري. طب إذا نادالك باسم شخصية مثلاً، إذا قال لك بوران مثلاً. إيه تمام. لا ما لها مزعجة هلأ طبعاً بالبداية، يعني ببين إذا ملم وقاري وعرفان الشيء، وبعدين إنه أنت متميزة بهي الشخصية فمعلش خلص. بس إنه هي أساساً يعني شخصية بوران فاتت على كل بيت سوري، يعني تركتي بصمة كتير كبيرة، يعني فعلاً صرنا نشبه اسمه غوار يعني على فكرة. هاي مفارقة على فكرة هي أمية، إنه أنت تشاركي مثلاً بحوالي 100 عمل وبالنهاية شخصية بوران، يمكن أنت قدمتي شخصيات ربما اهم صح. اهم على صعيد الكاريزما مثلا كاركتر بالنسبه لإلا تمام، انه بوران هي اللي فعلا ترسخت فعلا. شو كان يعني شعورك؟ هل انت كنتي عارفانه من الاول انه بوران عن جد رح تاثر، ولا تفاجاتي بهذا التاثير؟ وهل بتفضلي هذا التاثير ام لا، انه ممكن شخصيه ثانيه كان ممكن تنشهري فيها؟ لا انا بصراحه يعني دائما لما بشتغل مع الاستاذ بسام ملا تحياتنا له، تقديرنا الكبير، بعرف انه العمل بده يعمل بصمه من ايام الخوالي بصراحه. بس انه لهي الدرجه بصراحه يعني كان مفاجئ حتى على الكل، يعني حتى انتم فاجئتوا بهذا الصدى اللي اخذه العمل، وخاصه برا يعني بالبلاد العربيه مو معقول. يعني انا الشعبيه اللي شفتها برا لانها كبيره كثير، وفعلا فخر وصرت انبسط. بالعكس يعني انت عمل شخصيه عم يعني هي وشها حلو عليك وعم تعمل لك هي الجماهيريه والشعبيه، ليش لحتى ما انبسط فيها؟ لا بنبسط صح، انا عامله شيء ثاني يعني بيجي بعدين بحكي فيها، بس مو بتشنج انه لا انا عامله شيء لا تنادوا لي هالاسم. لا حلو، انا بقدر وبحترم يعني وقع عند العالم وعند الناس. بالنهاية لو ما قدمتي فيها كل هذا الجهد ما كانت فاتت لقلوبنا. ما كانت فاتت طبعا يعني اكيد انه الممثل هو اللي عمل هاي الشخصية. بس هذا دليل انه نحن ما فينا نتحذر اي عمل سوري، يعني نستغرب ممكن عمل يكلف مثلا ملايين يكون ميزانيته ضخمة جدا، في كثير من النجوم ما يعمل اي صدى. ممكن تعملي عمل بسيط يعني باب الحارة، حتى صناع العمل ما كانوا يتوقعوا انه والله هو كان مثال على هالشيء سحر الشرق مثلا، وقت العمل كان عمل ضخم 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 صحيح، كنا متوقعين اكثر من هيك. العمل ما انحكى فيه بالمناسبه. باب الحاره هو كان عباره عن جزئين، ونجح اول جزئين، هلا ما شاء الله وصلوا لل11 يمكن لل20 ما بنعرف. بلش بحدوته صغيره تماما بحاره شاميه. بس هلا نحن حكينا مع المدام أمية مطولا عن موضوع البيئه الشاميه، ورح نرجع نحكي مره ثانيه لانه هلا صار في حدا معنا طرف ثالث يقدر يعطي رأيه. نحن هون بس حنسأل وحنضوي على البيئة الشامية. اليوم أعمال البيئة الشامية مثل زمان، مثل الخوالي، مثل باب الحارة بأجزائه الأولى، أو بمحل معين صار في مبالغة بالعدد، ربما تقصير بالقصة والحبكة؟ نعم. هلا قولا واحدا اكيد الدراما الشاميه حاليا تتجه نحو نوع التجاري، يعني هي تجاره رابحه، المحطات العربيه حصرا عم تتطلب هذا النوع، تطلب هذا النوع، لانه بالاصل هي عم تجيب لها اعلانات كثير كبيره. يعني نحن عم نشوف مسلسل باب الحاره على سبيل المثال الى الان عم ينعرض على سبيل المثال 14 او 15 قناه، وكل قناه من بوابة باب الحارة عم تقدر تحصد عدد كبير من الإعلانات. فأي محطة عم تطلب هي الدراما البيئة الشامية مهما كان مستواها، الدراما الشامية بكل تأكيد عم تشهد تراجع كتير كبير.
يعني نحن عم نشوف انه دائما عم ترتكز مثلا انه عندنا نسوان الحاره هن النساء ثرثارات همهم بس انه يعني هي النمطيه بصوره النساء اللي هي اساسا ما لها موجوده بالمجتمع السوري. هي بالمناسبه هلا انا ابن الشام انا ابن الشام وبعرف مثلا من والدي او من جدي تاريخ الشام، هي ما لها بيئه شاميه، هي مجموعه قصص ممكن اسقاطها على اي بيئه ثانيه باي على اي محافظه او حتى ممكن تتحول لعمل اجتماعي، ولكن تم اسقاطها على البيئه الشاميه لانه اصلا البيئه الشاميه بلكنتها المحببه خلينا غير لهجتها ما بعرف في اسباب يعني شو اللي يعني هلا احنا بداخل سوريا مثلا بس يسمعوا بيئه شاميه ينطادوا شوي، حاجه دراما شاميه، بينما القنوات العربيه صدقيني عم تشتري العمل الشامي قبل ما يتصور، يعني انا بعرف في اعمال عن جد لسه بس بتعطيهم انت بس الاسم بتعطيهم الحتوته شو هي بيشتروا العمل، فهي قديش مطلوبه البيئه الشاميه. انا بصراحه شوي يعني ممكن هلا حاليا ضد هي البيئه، بس كمان ما فيكي نفس الوقت انه انت تمنعيها، يعني المنتج عم يعمل بيئه شاميه لانه بالفعل عمله عم ينباع عم يستفيد ماديا، علما انه بجوز يكلف كميزانيه نص مثلا العمل الشامي او حتى العمل التاريخي اللي بيكلف كثير كبير. الدراما التاريخية كانت بسوريا دراما كثير عظيمة كانت معروفة، عم تشهد تراجع لأنه عن جد في ميزانية ضخمة جدا، بالمقابل الدراما الشعبية يمكن هي عبارة عن بيت عربي موجود أصلا أقل تكلفة وعم تتسوق بشكل أسرع. تمام، يعني ما بعرف أستاذ وائل كأنه قاعد معنا على الأعداد لأنه نحن هلا بدنا نفتح ملف المسلسلات التاريخية بكل معنى الكلمة. تمام. حضرتك مدام أمية حكينا يعني شغلتي مسلسلات تاريخية بدءا من الجوارح مرورا بالزير سالم وكان لك مرور أيضا بحمام القشاني، هاي الملاحم التاريخية يلي ما منلاقيها موجودة اليوم للأسف. يعني منلاقي انه في مسلسلات ثانيه مع احترامنا اكيد لحق الفنان بانه هو يجني لقمه عيشه يعني وانه يتسوق عربيا وبكل الاماكن، ولكن هي المسلسلات التاريخيه ما كانت ناجحه، يعني كلام الزير سالم ما بعده لهلا سلوغانات عم يحكوها العالم. تماما طبعا وينها طيب؟ يعني وين هي عم تطلع بوائل لانه هن بدك تجاوبي هن بوصله تبعنا تماما هلا لانه عم يقول كلفه انتاجيه كبيره بهذا الوقت. هلا صارت انه فعلا الاعمال الشاميه سهله وتكلفتها قليله ومطلوبه، بس نحن كنا عم نحكي كمان قبل انه وينه هذا الزمن الجميل الحلو يلي كل عمل كان فيه له قيمة فنية أكبر من الثانية. نحن منفتقد للنصوص للكتاب، يعني كتير هاي الشغلة مهمة، أهم عمود من أعمدة الدراما. يعني ليش كان مثلا الجوارح ناجح؟ لأنه كاتب عظيم يعني مثل هاني السعدي، تحياتنا له طبعا، أكيد. يعني عمل شيء جديد بالدراما اللي هو الفانتازيا التاريخية. وفتح ثلاث أشياء بعد منا اللي هي الكواسر والبواسل. يعني فعلا النص المهم هو شغلة يعني يخلي العمل واقف، يعني ما بيترنح بداية عظيمة يعني الإنتاج. العمل أكيد بده يكون طبعا الإنتاج يكون فيه مهم أخذ حقه. مثل هلا عنا عمل السنة أنا برأيي ما بعرف شو رأيك اللي هو حارس القدس. تمام. مثلا هذا عمل مهم يعني حسيت الميزانية كانت متواضعة على فكرة. إيه بس إنه ككتابة عظيمة يعني للأستاذ حسن ميم يوسف طبعاً تحياتنا له. كل تحياتنا له. يعني كتير شيء مهم إنه يكون في نص حلو، يعني شوي أعاد للدراما ألقى. يعني الى حد ما. معلش انا اعلق على كلامك. اكيد تفضل. مو نحن عندنا ازمه نصوص، في سبب انه نحن كثير من الكتاب تم ابعادهم عن الدراما، يعني انا هلا بذكر لك 10 كتاب مثلا سوريين غير عاملين بالدراما السوريه وانما بالدراما العربيه، عم يكتبوا لمصر، عم يكتبوا للبنان، عم يكتبوا للخليج. السبب انه هدول اجورهم عاليه ونحن عم يصير في عندنا استسهال، يعني نحن بدنا الاقل تكلفه مهما كان نوع هذا النص. جيب هلا مثل استاذ هاني السعدي من امتى قديش له غايب؟ وهو يعني كاتب اعظم الاعمال بالدراما السوريه، مازن طه احد اهم كتاب الكوميديا السوريه. وينه؟ في كثير كتاب، يعني انا بذكر لك اسماء كثير كبيره، الامثله كثير كبيره، كلها مغيبه عن الدراما. ليش؟
السبب الاول هو الاجور. قال الاستاذ وائل انك ظلمتي بالدراما، خلينا نرجع للاسباب، هل ظلمتي بهذا الظرف بهذا الواقع اللي نحن عايشينه ام لا؟ من قبل حاسه حالك انك ظلمتي والاسباب؟ لا مظلومه من قبل وهلا انظلمت اكثر. ما الاسباب يعني محسوبيات فقط؟ يعني هلا الجانب الانتاجي اللي هو فعلا كان يعني راس المال برا صار، يعني اللي بدبي وبيروت وهي الاعمال هي اللي اخذت حق اكثر يعني ماديا وظهور يعني للفنان اكثر، فاللي اشتغل برا صاروا يحسبوا حسابه هون جوا اكثر انه هذا لازم نعطيه نفس ما اخذ برا برا. بينما هون خلص هذول موجودين، هون موجودين ما غادروا البلد وبيحبوا البلد مطمنين انه خلص هذول خليهم هون ورح يقبلوا باي شيء، وهذا ما بصير، هذا ظلم يعني اكيد نحن لانه ضلينا وعانينا، يعني على الاقل انه نتمتع بالبلد اللي دافعنا عنه. يعني خلينا نحكي عن عمل، هلا ذكرت حارس القدس، خلينا نحكي عن عمل كمان انت بتشوفه مميز كثير بغض النظر بيئه تاريخيه بيئه شاميه او حديث مودرن. هلا هسه اللي احنا شفنا مسلسل شارع شيكاغو اللي توقف بسبب يمكن كورونا، عم نشوف عم يضم مع عدد كبير من نجوم الدراما السوريه. عفوا استاذ وائل كتب معنا الاعداد اكيد نحكي عن شارع شيكاغو. هو المشكله انك عم تمشي بالترتيب، يعني هي المشكله مو بالمضمون. والله العظيم يعني انت مو بس محظف بالدنيا كمان محظف تقرا بقى الافكار. عن جد كثر خير الله. نحكي يا اصبح خلص بلا شارع شيكاغو، نحكي عن شيكاغو. لا بدنا نحكي عنه شارع شيكاغو. هلا بال يعني عن جد شيء مبشر بالخير، بحس عبر هذا العمل الدراما السورية تحيا من جديد. عدسة المخرج محمد عبد العزيز عدسة مميزة جدا فيها روح السينما، لأنه هو بالأصل مخرج سينمائي. وقت بنشوف العدد الكبير من النجوم مشاركة بهذا العمل طبعا قلما، ليش؟ لأنه أصلا ميزانيات ما في، فهذا العمل ميزانيته كتير ضخمة. عبر هذا العمل أنا متفائل شوي، حاسس انه ان شاء الله الدراما السوريه حترجع مثل ما كانت وربما افضل. بالحديث عن حرس القدس انا حسيته عمل كثير مميز، علما انه الدراما التاريخيه او السير الذاتيه يمكن ما كثير العالم تتقبلها لانه هي دراما جامده. تمام. بهذا العمل لا شفنا انه في احداث عم تجذب ال في نسبة مشاهدة سورية كمان مثل هي الشخصية. ما ننسى طبعا تميز هو سوري يعني تميز المخرج باسل الخطيب والكاتب حسن ميم يوسف، يعني هالثنائية قديش كانت ناجحة عظيمة ناجحة جدا. صحيح. بدي احكي كمان شيء، يعني نحن اكيد تفضل يعني شفنا بهي السنة لسه ما بلش تصوير حارة القبة عودة رشا شربتجي. طيب انا كدراما سورية ليش من عام 2010 لهلا مثلا ما اعطيت فرص لرشا شربتجي الا مثلا عبر عملين او ثلاثه؟ بالمقابل في مخرجين بالسنه عم يشتغلوا عملين وثلاثه. رشا شربتجي رجعت هالسنه بنص عمل بيئه شاميه اللي حكينا عنه قبل انه هي تجاره رابحه. هذا العمل حاليا رح يتصور منه جزئين بعد العيد وحيمتد لخمس اجزاء على الاقل، كمان بيجمع عدد كبير من النجوم. متفائل بعوده رشا شربتجي لانه هيك مخرجه، نفس اللي حكيناه عن الكتاب ينطبق ايضا على المخرجين. في مخرجين حاليا ما عم يشتغلوا اسماء كثير كبيره مثل الاستاذ هشام شربتجي مثلا، ليش ما عم ينعطى فرص؟ استاذ نجدت انزور وينه؟ اشتقنا لهم يعني، هو مو بس غايبين نحن اشتقنا لهم. مثل نجدت انزور وهشام شربتجي هم اللي اسسوا الدراما السوريه. المخرج الكبير علاء الدين كوكش منسي بشكل كثير كبير. طيب كمان ليش؟ يعني في شيء غريب عم يصير في تساؤلات. تمام. بس بيبقى في سؤال هيك بيخطر لبالي لما بنحكي عن البان اراب او الاعمال المشتركه يلي هلا ربما تكون مثل ما كثير بيقولوا موجه بتتناقم مع الوضع، يا ترى بعوده هالدراما المميزه كيف بتشوفوا انه ممكن هذا الشيء يتاثر ولا بيبقوا بالتوازي مع بعض؟ يعني الدراما السوريه ممكن هي تضوي فتنهي مثل هيك حالات او لا هي بتضلها مستمره على الجانبين؟ دمية ولا عندي؟ عندي عندك. طيب على فكرة الدراما العربية المشتركة موجودة من زمان مو من هلا، بس هلا الفوارق بين الإمكانيات هي اللي عم تعطي التميز. يعني ممكن أجر ممثل أو ممثلة لبنانية واحدة هي عبارة عن ميزانية مسلسل كامل. حتى الممثلين السوريين عم ينعطوا برا يعني 20 ضعف. لذلك هلا مثلا مثل ممثل كبير هلا مثلا تيم حسن على سبيل المثال اللي نجم عربيا ما شاء الله. طيب أكيد. اذا بده يجي تيم حسن لهون على سوريا حينعطى اجر كثير قليل، ما حيوازي نجوميته. ولذلك يمكن ما حدا عم يتجرأ يطلب تيم حسن. طيب اوكي هو ناجح عربيا، ليش ما نستغل هذا النجاح
للدراما السورية. ليش؟ طيب شو السبب انه نحن نضل عم نكسره برا؟ اكيد خاصه انه ذائقه الفنان بتشتهي، يعني بتشتهي انه تشتغل عمل معين مثل الاعمال القديمه زمن العار، اسعد الوراق، غيرها من الاعمال يلي انشغلت بسوريا. فانت يا أمية اليوم ليكي انا خربطتيني لانه كثير أمية اليوم شو هو الشيء اللي بتشتهي انه تشتغله أمية، تقول انا كثير حابه من كل قلبي اني اعمل هالشكل من الاعمال؟ يعني انا كثير بيهمني انه اشتغل دراما سوريه نت هيك، يعني دراما سوريه انا متعصبه للدراما السوريه هلا، بس كثير حابه اعمل شيء كوميدي، يعني يبين هذا الجانب الكوميدي اللي ما كتير بين يعني بكل هالسنين شخصيتك. ايه ف حلو كتير، يعني جانب الكوميدي حابه هيك تطلعي. قديش بتعتقدي عندك هذا الجانب الكوميدي وشو عندي يعني؟ مخبى كتير بس طب ها طلعي ورجينا يا هلا لانه شفنا تحت الهواء، بس بدنا المتابعين ودهريش معنا. يعني ها كوميديا لا اكيد طبعا طبعا بس يعني شو حظك شفت عينك الكوميديا السوريه بانحدار كامل. يعني دراما السورية كانت دراما رائدة في الوطن العربي، حاليا ما في كوميديا، عبارة عن تهريج فقط. يعني خاصة إذا بدنا نضوي على ناحية حكيت فيها وأنا كل الوقت عم فكر، عم تحكي عن البادجت، عم تحكي عن البادجت، في مسلسلات جميلة كوميدية، الأستاذ هشام شربتجي حمل لواء سنين طويلة مصورة بلوكيشن واحد طبعا بدنا نرجع له أكيد وحكينا عنه وبنحكي فيه، بس إنه لوكيشن واحد بيت كمان خفت. هو هدول أعمال السيت كوم، بس أنت وين النص اللي بيقدر يخدمك حاليا للسيت كوم؟ ليش أنا عم بخلي مازن طه يعمل أفلام ومسلسلات بلبنان أو بالخليج؟ لا نحن بنجيب مازن طه بنعطيه الاجر اللي بيستحقه اللي هو عم ياخده بلبنان وبجيبه انا بكسبه للدراما السوريه بنص مثلا سيت كوم. يعني شفنا كثير اعمال المسلسل حبه كراميل مثلا طبعا اللي هو كتابه مازن طه، شفناه ما ضل قناه ما عرضته عربيا ولنجاحه عملوا منه فيلم فيلم كتابه مازن طه. طيب مازن طه هو نفسه، انا عم بعطيك مثال واحد طبعا، عرض نصوص لشركات إنتاج سورية تم رفضها ولاحقاً أنتجت عربياً وحققت نجاح. هو اللي ولجانا حالنا بمرايا سنوات طويلة، مرايا وبقع الضوء وكثير من الأعمال يعني صحيح، والبناء 22 بهلول يعني تمام تمام حلو كثير. هلا بالنسبة لشارة شقاكو ما أخذنا رأي الأستاذة أمية بهذا العمل، خبرينا. طبعاً يعني أنا كثير متفائلة بهذا العمل إنه اللي حيرجع هيك تضوي الدراما من أول وجديد، لأنه مخرج عينه حلوة كتير وعينه سينمائية، لذلك أنا قبلت أني أشتغل معه ضيفة لو عدد مشاهد قليل، بس لأنه أنا بعرف شو يعني في قيمة فنية لكل شيء عم يعمله. حلو أنه عاد كتير عالم يعني خلاها تشارك بهذا بهي الأعمال، عم يرجع مثلاً كان عم يفكر يرجع إغراء مثلاً للدراما السورية، يعني عنده كتير بعد نظر حلو كتير، علاقته بالفن حدا بده يعمل شيء كتير مميز وحلو، ومتفائلة بهذا العمل إن شاء الله ينال الإعجاب. بما أنه لسه عم نحكي بالأعمال، مدام أمية يعني بتقلنا أنه هي متعصبة للعمل، بتأدي العمل من كل قلبها، بس أنا بدي أسألك أستاذ وائل، يوميات مدير عام واحد أو اثنين؟ أكيد واحد، قولاً واحداً واحد. قولاً واحداً قولاً واحداً نصاً وإخراجاً مختلف 180 درجة بصراحة. تمام، مشكلة إنه نحن لازم دائماً نجح الجزء الأول، لازم نستغل هذا النجاح لنعمل جزء ثاني، ليس بالضرورة إنه الجزء الثاني ينجح. يعني حسيت مسلسل الجزء الثاني ما بيشبه الجزء الأول أبداً بصراحة، إنه عم يبني على أمجاد القديم تماماً وهذا مو صح. يعني إذا ما طورته وعملت شيء جديد عليه وعملت شيء اهم من الاولاني فلا اعمله احسن. تماما 100%، وانت موجوده بالعمل وبتعرفي يعني شفتي الجزء الاول حقق نجاح ساحق، سدين الجزء الثاني انعرض يمكن العالم ما دريت فيه. لهلا الاول اذا بينعاد رح نرجع نحضره وبدون طبعاً ملل طبعاً. اكيد غريبه هي المقارنه بتظلم اكيد دائما، مقارنه جزء بجزء او فنان بحاله معينه مثلا بحالة قديمة هي ظالمة المقارنة مما لا شك فيها، بس إجباري لأنه جزئين لعمل واحد، فأنت بدك تقارني يعني إجباري أنه بدك تشوفي، أنت بتتوقعي أنه تشوفي العمل الأول بس تكملة العمل الأول، فأنت هون أكيد بدك ممكن تصدمي بتوقعاتك يا تحت يا فوق، يعني ما في حال بالنص. في عدة أمثلة، يعني دائما الجزء الأول عم يكون أهم
من حتى باب الحارة. باب الحارة احنا بنشوف الجزء الأول والثاني فعلا كان في فكرة معينة، ثالث رابع راح نحو التجارة قولا واحدا. يعني أنا بس بدي أعمل عمل صار للمشاهد، المشاهد اليوم عنده كمية يعني وعي، يعني هو قادر يستشف هذا الموضوع إذا هو للتجارة ولا عم تقدم له شيء. في عالم بتقول لك أنا حضرت أول جزئين أو الثالث كمان، ها نفد بالرابع شوي وبعدين وقفت. تماما. يعني شاهد من أهله، يعني هي إحدى البطلات في هذا العمل. طبعا. وشو رأيكم إذا حكينا عن أعمال كانت ب15 حلقة أو 10 حلقات أيام شامية مثلا؟ لهلأ يمكن لسه من ردة كلام حديث النجوم الكبار. طب 15 حلقة كانوا كافيين ليحفروا بالمشاهد، اليوم ليش ما منشوف شيء؟ كثير من التجهيل لهي راجعين، لأنه عم يشوفوا أنه عم يصير مطمطة إجباري. أنا ليش ملزم أني أعمل 30 حلقة لأنه رمضان؟ بس لا، العمل يعني الزخم والأهمية تبعه هي 10-15، لذلك عم يرجعوا للعشاريات. تمام. وبتصور هيك نجح. انا عم اقاطعك يمكن كثير، معظم الاعمال اللي عرضت برمضان صدقيني انا ما اكون مخرج والله اكثر عمل ممكن ياخذ 15 حلقه. من انجح حمل الى اقل مستوى، كلها اعمال فيها مطمطه مطمطه. احنا معودين بشهر مرضي للممثلين، ما هو بغض النظر يعني مرضي ولا لا، لانه للمنتجين مرضي غير مرضي، بس القناه عم تفرض عليك انه انا بدي 30 حلقه لانه انا بدي اعرضه برمضان. بس نحن نخلص من قصه الموسم الرمضاني، بتصيري انت بتعملي بقى عشاريات وبتعملي 15 حلقه. في اميه ما بعرف اذا بتتذكري، في كان سباعيات صحيح، وكمان تاخذ صدق مثل ابو البنات يمكن 7 حلقات. تماما. بتتذكري يمكن او هلا ندى الايام مو عباره عن هيك، ما بتذكر. بس هلا رجعوا يعملوا عشاريات يعني خلص بعمل 30 حلقه يعني. يعني انا يعني مثلا مسلسل سوق الحرير هو مسلسل شامي، يعني صدقيني يمكن 20 حلقه من هالعشرات من 30 حلقه كانت كسر، لا يوجد اي حدث ابدا، بس انه خلص انا بدي اعمل 30 حلقه. طيب خسر ما بيقدر لانه القناه العارضه طلبت منه 30 حلقه، هو ملزم انه يعمل 30 حلقه. تمام. فبتلاقي مطمطه واحداث مجانيه احيانا بلا طعمه. طيب شو رايك بفكره انه المشاهد السوري او العربي يعني او حتى حول العالم بفتره الحجر المنزلي جمع يعني مثل ما بيقولوا حصيله كثير كبيره من المشاهده، فصار ما عاد اي شيء يرضيه؟ شو رايك بهي الفكره؟ شهادة طبعا عبر عبر السوشيال ميديا، الانترنت، لانه مثل ما قلت لك كهرباء ما في الحمد لله. هي اكثر حدا حظ لما انعرض له مسلسل بالحجر. ايه تماما صح. بس حتى بالحجر صدقيني في عالم من الملل، لك ما عاد تابعت مسلسل. ايه لانه اصلا مسلسلات بالاصل كانت ممله عن جد، يعني انا كنت مجبر اشوف هالمسلسلات لاقدر اكتب، ولكن بالفعل مشاهدة بعض العمل هي عقوبة، عقوبة بكل ما تعنيه الكلمة، انه انت تضلي ساعة كاملة لتشوفي عمل يمر ساعة كاملة بدون أي حدث، يعني عن جد مشكلة كثير كبيرة. عم نشوف هلا شارع شيكاغو، لا أحداث مشوقة من أول حلقة، في شيء بشدك من أول دقيقة لآخر دقيقة، إيه. فأنا بتمنى عن جد يضل يحافظ على هذا المستوى، قلت لك إن شاء الله عبر هذا العمل انه تحيا الدراما السوريه مجددا. استاذه اميه خبرينا عن المسلسل اللي هلا حضرتك عم تشاهديه او شاهدتي خلال فتره الحظر وخلال فتره الحجر بكورونا. تابعت حمام الهنا مثلا. حلو، رجعتي كثير لقيتي الاعمال القديمه الكلاسيك الحلو اللي هو طبعا اللي اسس لنا لهي الايام، يعني هو السبب نجاح الدراما اصلا، لانه صحيح. المؤسسين كانوا عظماء، كانوا بظروف صعبه يعملوا اعمال عظيمه يعني. تمام. وكيف انه هيك كان في قصه، يعني كان في حدث حلو من قلبك يعني. استاذ امي عم تحكي انه كان في قصه، يعني قلبك محروق لانه الدراما هي افتقدناها نحن وراحت. بس خلينا يعني ترشحي للمشاهدين اكيد هلا هن الناطرين ترشيح من حضرتك، لا خلينا نقول لا المسلسلات اللي ممكن يشاهدوها خلال فتره العيد على الاقل، كونه هلا احنا ما في زيارات. تمام. ايه هلا بدها اكيد تنعرض شاهد ما شاف شي حاجه. خلينا على الانترنت، العيال كبرت. خلينا على الانترنت، ما بدنا نعتمد على التي في. انا كيف بعرف العيد اجا؟ قنوات صرت تعرض، العيال كبرت خلص ما عادش العيد، معروفه كل عيد لازم نفس الاعمال نفس والله بنشتاق لهم يعني. كوميديا من عيد لعيد بنرجع بنضحك. تمام. استاذ امي مسلسل ترشحي للمشاهدين؟ هلا بدي اجي لعند الاستاذ وائل. مسلسل خوالي. خوالي حلو كثير. خوالي عم ينعرض هلا.
بتعرفي خلال رمضان اول كم يوم كتبت بوست هيك على الفيسبوك إيه؟ انه افضل عمل لهي السنه هو كان بقعه ضوء، لانه كانوا عم يعرضوا بيست اوف على أيوة. اللوحات الماضيه الحلوه، فكان فعلا اهم عمل لانه هدول اللي انتجوا باول ثلاث او اربع اجزاء او حتى للسادس إيه؟ واهم برنامج كان هو برنامج رمضاني عم يقدمه الفنان الكبير الراحل رفيق سبيعي. ايه فانا بصراحه يعني بعد رمضان بعد شو حسيت شويه حكي هذا الكلام هيك شيء ايه فانا بصراحه نسفت كل ما قدم برمضان وقلت انه عن جد رجعت للذاكره. حلو الكلام، حلو الكلام تماما. فايه كمسلسلات بقعة ضوء لهلا انا ناقد لذيذ كثير يعني لهلا انا بحط يوتيوب بقعة ضوء الاجزاء الاولى وطبعا المسلسلات القديمه حمام الهنا صح النوم، هالمسلسلات اللي فيها استاذ زريد لحام، رفيق سبيعي، ياسين بقوش، ناجي جبر، هدول هن اللي اسسوا للدراما. وبكل اسف يعني ما نجحنا لحنا كجيل جديد انه احنا نحافظ على هيدي الدراما. نحن هلا حنحرك الجلسه شوي لانه دائما الصحفي بيشعر بالصحفي يلي دائما لازم يسال سؤال، لازم يوجه انتقاد، فنحن بنعطيك المجال هلا مع المدام اميه تسالها سؤال على بالك تسالها اياه، توجه لها نصيحه خلينا نقول. والله انا ما عندي سؤال هيك محدد بس انا يوم بدك تعزمينا لانه انا سمعت انه هي بدك تروح على الجزماتيه، قلت لك انه امبارح عم ناكل هيك عن جد الجزماتيه كثير، فقالت هي بدك تذكرت فقالت لي انه انا بدي اروح وخلص انه عازمتك يعني، بس بدي اعرف انت اليوم ولا بكره امتى ما بتحدد خلينا نعرف الاسباب مين بالعيد اولا واخرا هلا ايام العيد. والله ولا شيء بصراحه يعني ما في شيء بسبب كورونا بصراحه ما نتشجع كثير انه نطلع يعني لهلا محتارين انه شو ممكن نعمل بصراحه بس بعتقد بالبيت مو اكثر يعني وخلي دائما في تباعد صحيح صحيح قلوبنا قريبه بس اجسادنا بعيده ودائما نحافظ يعني شو بدنا نعمل اجباري اكيد الكلام اللي عم تقوليه صح يعني احنا دائما بنذكر يعني الناس انه حتى لو كان جو عيد وحتى لو كنا مشتاقين على الاقل لقرايبنا ولحبايبنا وللناس اللي بنشوفهم عاده لكن التباعد الاجتماعي اساسي ولا غنى عنه. انا حاليا يعني بالعيد لن استقبل احد ولن ازور احد. هي بقى على الهواء لا حدا يحرجه للاستاذ وائل خلص عشان تهرب لازم انا بالبيت بس هدول الحلويات اللي حاطينه حاخذهم عشان اذا اجى ضيف مفاجئ نضيفه يوم. خلص اكيد ما في حلو ما في معمول ما في قصص البيت الاولاد ما بيطلبوا قصص البيت المعمول الحلو ولا كيف؟ والله معفيه منهم الاستاذه اميه شكلها لا اجباري ايه يعني ما بتقدري انه عيد بلا حلو بس يعني اذا كل ما خففنا احسن مشان الريجيم هو لانه الكل اجت صحته على الحجر فما عاد حدا اصلا علق على الثاني يعني تمام. لا مو بس قصه الحجر قصه الاسعار لانه صارت الاسعار يعني ما شاء الله كثير مشجعه يعني. بس مع هيك نحن بنضل يعني عم نحاول أي نوع طيب ما بعرف اكيد اكيد تفضلي تفضلي استاذ وائل تفضل ما جاب بالك كرمالكم بس ما قلتوا انه هدول شو مشان نعرف شو هلا في غريبه مع الشام نحن ما بنقول له شو الحلو هو لحاله بيعرف اوكي لهدنك وين الفستق مبينه مثلا انا وهيك شو بده يكون يعني في نارنج هي نارنج تمر فشوفوا بقى اللي بيطلع لكم ان شاء الله الف صحه وهنا اكيد طبعا هلا بدنا نخبر الصبايا جوا اكيد يلبوا لكم اياهم سفري بتحبي كمان الملبس هدول تاخذهم معك بس شي كاس تعصير كمان سفري تمام الورد واللوكيشن كله استاذ والله نورتونا وكانت جلسه يعني نحن كل اللي كنا عم نحاوله لما حكينا معكم ولما كنا عم نحضر الاعداد انه نكون هيك نكته لطيفه تمرق على قلوب العالم على رواق بفتره العيد كثير علينا ضغوطات وكثير في علينا مشاكل ولكن يمكن انا لسه بقول الحلو بالانسان السوري انه بعده قادر ينكت بعده قادر يطلع لبكره بيقول في يوم احلى وفي امل ببكره احلى فنورتونا وبنسمع منكم هيك رسائل لمشاهدين العالم سوريا بختام ايام عيد الاضحى المبارك اخر ايامه دائما ندعو للامل والتفاؤل رغم كل الظروف الصعبه ان شاء الله ايامكم حلوه ويديم الصحه عليكم وتضلوا بخير يا رب وكل الشعب السوري وكل الناس اللي عم تشوفنا بألف خير. كل شيء حكينا كل شيء انتقدنا يعني أنا عندي إيمان كتير كبير إنه أكيد بكرة أحلى صدقيني إحنا لنا 10 سنين عم نعاني من حرب كتير قاسية بس إحنا لساتنا مستمرين لساتنا عايشين لساتنا عم نعيش تفاصيل حياتنا يمكن شبه طبيعية بدي أقول للناس عن جد لا تستهتروا بالشيء اللي هو كورونا. كثير بس هاي الفترة هي عن جد ديروا بالكم لأنه شفت أن كثير ناس مصابين وقديش قديش عم يعانوا معلش هلا خلينا نقضيه بالبيت أبدا مو عيب يعني وبتمنى عن جد الخير لكل سوريا لشعب سوريا لجيش سوريا لقائد سوريا وإن شاء الله بإذن رب العالمين هاي البلد عن جد مهما صابها من مصائب بالنهاية هي بلد جميلة
وحترجع مثل الأول وأقوى بإذن رب العالمين. وهذا كل اللي بنتمناه.